بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في تقديم محاضرات منهج البلاغة العربية للمرحلة الثانية للدراسة الصباحية والدراسة المسائية في كليات الآداب، ووصلنا إلى موضوع أقسام التشبيه وأنواعه. اليوم موضوعنا أقسام التشبيه وأنواعه. عندما نتحدث عن أقسام التشبيه وأنواعه، يقسم التشبيه باعتبار طرفيه على ثلاثة أنواع. أولاً من حيث الحس والتجريد. النوع الأول من حيث الحس والتجريد، إلى كم نوع يقسم؟ يقسم إلى أربعة أنواع: أليف، أن يكون الطرفان حسيين، أن يكون الطرفان حسيين. ناخذ مثال على ذلك: خد كالورد. اول نوع من انواع التقسيم هو من حيث الحس والتجريد. ونقول الحس والتجريد يعني بمعنى ان يكون الطرفان من نوع المحسوسات، والمحسوسات هي الأشياء التي نشعر بها بحواسنا: حاسة اللمس، حاسة الذوق، حاسة الشم، حاسة السمع، حاسة البصر. نلاحظ المثال الأول: خد كالورد، المشبه اللي هو الطرف الأول بالتشبيه، شيء محسوس، وهنا الأداة، والطرف الثاني المشبه به أيضا محسوس. إذن الحالة الأولى أن يكون الطرفان حسيين. ونأخذ مثال على هذا النوع: خد كالورد. نجد أن الطرف الأول من المحسوسات والطرف الثاني أيضا من المحسوسات. النوع الثاني أن يكون الطرفان عقليين. أن يكون الطرفان عقليين. نأخذ مثال على ذلك: العلم كالحياة. أن يكون الطرفان عقليين. طبعا هنا يحتاج أن نفهم ماذا نقصد بالعقلي. العقلي هي الأشياء المعنوية التي لا يمكن أن نشعر فيها عن طريق الحواس، مثل العلم. العلم شيء معنوي، لا يمكن لنا أن نتلمس العلم أو نمسك العلم أو نمسك الحياة. إذن نجد أن الطرف الأول المشبه هو عقلي، والطرف الثاني الحياة المشبه به أيضا عقلي. إذن النوع الأول من تقسيمات التشبيه من حيث الحس والتجريد، قلنا أن يكون الطرفان حسيين، وجئنا بمثال على ذلك: خد كالورد. وقلنا أن يكون الطرفان عقليين، وجئنا بمثال على ذلك: العلم كالحياة. جيم أن يكون الطرفان مختلفين حسا وعقلا. بمعنى
أن يأتي الطرف الأول حسي والطرف الثاني يكون عقلي. نأخذ مثال على ذلك، نأخذ مثال على ذلك، نقول حسي وعقلي، نأخذ مثال طبيب السوء كالموت، طبيب السوء كالموت. لاحظ عزيز الطالب أن المشبه طبيب السوء هو حسي، وأن المشبه به الموت هو عقلي. المشبه به الموت هو عقلي. إذن الحالة الثالثة أن يكون الطرفان مختلفين حسا وعقلا، بمعنى مرة يأتي المشبه حسي والمشبه به عقلي. ونأخذ مثال على ذلك، طبيب السوء هو المشبه، وهنا طبيب السوء ينتمي إلى الحسي، والموت هو المشبه به وينتمي إلى الجانب العقلي. والعكس كذلك، يمكن أن يأتي الطرف الأول عقلي والطرف الثاني حسي، ممكن أن يأتي الطرف الأول عقلي والطرف الثاني حسي. نأخذ مثال على ذلك، العلم كالنور، العلم كالنور. لاحظ عزيز الطالب هنا المشبه أصبح عقلي، والمشبه به أصبح حسي. إذن لو رجعنا إلى ملخص هذه التقسيمات، تقسيمات طرفي التشبيه باعتبار الحس والتجريد، سوف نجد أنها أربعة أنواع. أن يكون الطرفان حسيين، بمعنى المشبه والمشبه به ينتمون إلى منطقة الإحساس، وأخذنا مثالا على ذلك، خد كالورد. ثانيا أن يكون الطرفان مختلفين، عقليين، وأخذنا مثال على ذلك، العلم كالحياة. وثالثا أن يكون الطرفان مختلفين حسا وعقلا، وأخذنا مثال على الاختلاف، أن يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي، قلنا طبيب السوء كالموت. وعندما يكون المشبه عقلي والمشبه به حسي، قلنا العلم كالنور. إذن هناك أربع تقسيمات، أي بمعنى عندما يأتي سؤال في الامتحان اذكر أقسام التشبيه من ناحية الحس والتجريد، يجيب الطالب عن هذا السؤال بالآتي، يقول ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام. الأول أن يكون الطرفان حسيين، ويأتي بمثال خد كالورد، وأن يكون الطرفان عقليين، ويأتي بمثال العلم كالحياة، ويقول أن يكون الطرفان مختلفين حسا وعقلا. يأخذ مثال الحسي بالعقلي مثل طبيب السوء كالموت، ويرجع ويأخذ مثال آخر على العقلي بالحسي، يقول العلم كالحياة، ويكون بذلك قد حقق الإجابة الكاملة لهذا التساؤل. إذن خلاصة هذا الموضوع أن لدينا أربعة أقسام. لا تنسى عزيزي الطالب عندما نتحدث عن أقسام التشبيه بالنسبة إلى الحس والتجريد، نتذكر هي أربعة أقسام أو أربعة أنواع. للمرة الأخيرة ألخص التقسيمات، أن يكون الطرفان حسيين، أن يكون الطرفان عقليين، أن يكون الطرفان مختلفين حسا وعقلا، حسي بعقلي وعقلي بحسي. شكرا لكم أبنائي وأعزائي الطلبة، على أمل أن نلتقي بمحاضرات قادمة لتكمل سلسلة محاضرات منهج مادة البلاغة العربية للمرحلة الثانية للدراسات الصباحية والمسائية
في كليات الآداب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.